أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بلدة تيرر الألمانية القريبة من الحدود لوكسمبورغ. دولة لوكسمبورغ قريبة جدا من هالمكان، كلها نص ساعة وتكون هناك بالسيارة. الساعة الحين الساعة 8:30 9:45 صباحا يوم السبت تاريخ 28، اليوم تاريخ 28 ولا 29، اظني 28 ما ادري والله، لازم ارجع للتاريخ. رايح في خرائط عندي المعلومات. عموما يعني هذا هاي الخيام البارحة عندهم احتفال، الظاهر غراشهم بعدها موجودة. شوفوا كيف جميلة، شوف المباني اللي فيها كيف جميلة، عجيبة عجيبة عجيبة. سلطة صغيرة، أنا عاجبني هالبرج هذا. نواصل. في سنترين مشهورين طبعا، الثاني حتى نسيت اسمه، كفوف وذاك الثاني. زين نبدأ من البداية، أول المدينة. بلدة تيرر طبعا اليوم السبت تاريخ 28/4/2018، درجة الحرارة حاليا زين ارتفعت لين 14، وبعد اتوقع ان مع ارتفاع الشمس بتزيد. عندهم المخابز هني عجيبة. ليش هني عجيبة؟ لأنها قريبة من فرنسا، وفرنسا معروفة من الكروسان وربع الكروسان. شوف لنا شيء، مطعم بحر الشمال موجود اللي يحب الأسماك. البارحة مريت على بلدتين ما صورتهم، كانوا عاديات جدا، وهذا اللي يعتمد على المنتديات اللي يكتب لك من السماء هذه البلدة نازلة نعمة من السماء وما أدري كيف. يوم تروح لها تشوفها عادية جدا، كلها كهربجية ويصلحون اللي يصلحنا. هذه اللي مسويها الحشرة كلها. فأنا تايب من زمان ما أعتمد على كلام المنتديات، لكن هنا بس في ناس بصراحة ناس تغات، يعني لما تسمع انه حاط احداثيات ولا يمدح مكان تعرف ان هذا الشخص يسافر ويروح ويجي، مو واحد كوبي بيس كوبي بيس. من دائما تشوفوا يتجمعون في الأسواق في الأماكن القريبة من الكنائس الكبار، سيتي سنتر، الله يعطيهم ويزيدهم إن شاء الله، يوسع عليهم وعلي الجميع إن شاء الله. ناس محترمين جدا ما لهم شغل بالعالم، وتيك بلاد عربية يعفدوا طرحون لك
يا ذونك وذا، الله العظيم انك تطفر يا اخي.